يعني دابا الانسان يشوفك تبارك الله، انت راه قلت لنا ملي جينا عندك قلت لنا مهر لي في راسي ولكن هادشي اللي وقع لك دابا يعني بزاف الحوايج وقعوا صعيب يدوزوا على شي واحد، وانت الحمد لله باقي ثابت باقي شاد في راسك باقي زعما يعني هادشي بنقول لك دير ايمان في الله سبحانه وتعالى عندك امام قضاء الله وقداره كتقول الحمد لله اللي جات مع الله سبحانه وتعالى هي اللي كاينه. كنحييك في هذه القضيه هذه تبارك الله عليك عشفك، وحنا كنتمناو ان انت نيتك الحمد لله زوينه ماشي مشكل. فتبارك الله عليك اخوي ايوب كنحييك في هذه النيه اللي فيك انت تبارك الله عليك. كنتمنى وراه هذا مباشر ان شي واحد يتعاطف معك شي واحد يسول فيك حيت هادشي اللي دات عليك ماشي صحيح. النمر ديالك هي 06 65 65 77 65. اللي بغى يتواصل معاك هي هذه النمره. فمشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من كازا لايف غيبكي المغاربه اللي غتسمعوا هادشي صعيب شويه. فايوب شاب كان مزوج بخير وعلى خير، مزوج كايوه الناس عنده الزوجه ديالو، الزوجه ديالو حامله وفرح بان الزوجه ديالو حامله، ودابا بلا شك انه كيتفكر هادشي اللي داز. زوجته ماتت الله يرحمها وهي كتولد، ماتت وهي كتولد، ولدات بنيه مورا 10 ايام، مورا 10 ايام ماتت البنيه اللي تزادت، دازت شهر. ايوب كيبغي يسافر باش ينسى، انا كيف ما قلتي لي سافر شي باش تنسى باش انك تفاجئ شويه كيف ما قلتي لي، وقعت لك حادثه قطعت لك رجلك فيها. ترسي من يدك واش قطعات لك رجلك؟ ترسي من يدك ورجلك رجلك قطعات كامله رجلك قطعات فحياتك في ظرف شهر تبدلات 360 درجه. ماتت لك الزوجه ديالك الله يرحمها البنيه الحمد لله درتي الحدود. دابا تشرت يا خويا ايوب تشرت عفوا وليتي عايش غير في الزنقه. عاودينا خويا ايوب بعدا من الاول شنو وقع لك؟ كيفاش كنتي عايش ملي كنتي انت والمدام الله يرحمها؟ الحمد لله غادي نقول لك خدام في الخدمات في الرباط ساكن بخير الحمد لله بخير ما خصني حتى شي خير الحمد لله الحال سامي الناس مزيانين كل شيء مزيان كل شيء بخير الحمد لله انا انسان مزيان هذا ما كان كاين واحد العيشه زوينه خدام يعني كنسقي الجردات اللي كاين حدا البحر ما كاريش الحمد لله كنت عايش بخير ما درت فيهم شكر المهم الحمد لله انا الحمد لله. مرتك حملات فرحتي؟ فرحت بزاف حيت كانت بالنسبه لي الام الثانيه ديالي ما كانتش مراتي. شنو وقع مورا؟ تليفونك اللي كيصوني تحبسوا لي عافاك باش الناس دابا كيعيطوا ونكملوا. صبروا معنا مشاهدينا الكرام صبروا معنا غير يحبس التليفون ايوب وان شاء الله السلام عليكم تاوي الخير. نعم حبسي لي التليفون كمل لي اخويا ايوب. ضروري غادي تفرح ضروري. هذا النهار اللي مشيت تولد فيه بخير مشيت انا فرحان مشيت بخير ملي سمعت الامر حسيت بانهيار لدرجه تصدمت ما بكيتش ما نكذبش عليك والله تصدمت ما بكيتش ترجيت الله سبحانه وتعالى يكون رزق في هذيك البنيه كنت غنسميها باسم ديال المرحومه ولكن سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى يقدر ما شاء هذا ما كان موراها ب 10 ايام توفات هي حيت زادت على 7 اشهر المدام باش ماتت طلع عليها طانسيو قتل البنيه موراها 10 ايام توفات هي مسكينه باش توفات البنيه حيت ما كان الوزن ديالها خفيف وكانت يعني في حاله يعني ضعيفة بزاف وعندها 7 اشهر قل من 7 اشهر تزادت هو ال غير صبروا معنا مشاهدينا الكرام اسمح لنا ايوب غير حبس التليفون حنا غنكملوا وان شاء الله ايوب يبقى يتواصل معك ان شاء الله موراها خويا ايوب قلت لي ب 10 ايام ناسيت البنيه اييه ملي جاوك هاد جوج حوايج في دقة واحدة باش حسيت بك اش كنت اش غادي نقول لك واحد الاحساس اللي ما كيتصورش واحد الاحساس اللي ما كيتصورش بصفة نهائية انا ما كيتصورش كاع من اش غادي نقول لك
راك شي الانسان كيفضل يتبع مرتو ولكن بدون شي حاجه تكون شي عند الله من الاحسن. شي حاجه اللي ما تخيلش على الاقل. داو معاهم بالرحمه الله يرحمهم. اللهم امين يا ربي وارحم. ضروري ضروري والله يرحمنا ويرحم يرحم جميع اموات المسلمين كافه اجمعين يا ربي. اياه سافرت واحد السيد داني بالزز عزيز على الدراري انايا قال لي والو يلا معانا باش تفوج على راسك. مشيت معاه لميتانوش في رمضان النهار الاول دزنا بخير. النهار الثاني خرجنا مع الخمسه زدنا بالموطور خرجنا دخل ستاسيون يدير ليسانس للموطور واحد شويه حتى كنتفاجئوا بواحد الطوموبيل جاي انتيردي اللي ضربتني انا مبقيت عاقل على راسي حتى لقيت راسي في السبيطار ديال محمد الخامس. صافي ترس من ايدي من هادي هاهي ترس من هاد الرجل من الركبه تقطعت لي الرجل ديالي كاينه هاد الرجل هاهي بقات بحال هكا. هذا ما كان ما كذبش عليك انا الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال وزياده على ذلك انا فرحان حتى الانسان اللي كيمشي عليه الله سبحانه وتعالى في الدنيا كيعيش في الاخره كيعيش احسن. هذا ما كان الله سبحانه وتعالى كيبغيك. هذا ما كان الحمد لله الحمد لله ضروري. دابا عايش في الزنقه خويا. اييه الناس كلهم متعاطفين معايا هنايا من ناحيه الاكل من ناحيه القهوه عندي جوج قهوات هنايا قهوه فهاد القهوه هذه كاينه هنايا. لا غير كيعطيوني قهوه مع الصباح حيت راك عارف العز ما عنديش فين نبرك كيعطيوني قهوه مع الصباح كنبرك فين تمشي الدوره الرويد تما شوف الرويد التحتانيين واش كروسه ما عطاوهاش ليا حيت ما عنديش اللي يدوي معايا وما عنديش اللي يدوي عليا وما عندي حتى شي واحد سوى الله سبحانه وتعالى. ساكي ساكي كل واحد كيبقى عند الدراري اصدقاء هنايا كل واحد كيصب ليا كيديوني الحمام الحمد لله. شنو هي؟ شي حاجه اللي تفرحني غادي نقولها لك ولكن من المستحيل. ايام كرهت ترجع ليا غير المرحومه انايا هادي هي الحاجه اللي غتفرحني انايا حيت من المستحيل شغاله الدرجه لا الدرجه كثر وبزاف كاع غادي نقول لك كندعي معاها صباح وعشيه ومع الغداء ومع العشاء كندعي معاها ديما وانا راضي على الدنيا واخره الله يرحمها يا ربي ويرحم جميع اموات المسلمين كافه اجمعين يا ربي. شي دويره شي خدمه شي مشروع كنت كل شيء الحمد لله المغاربه شوف باقي الخير ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله كما قلتي انك دابا انت عايشه في الزنقه ندعيو مع زوجك بالرحمه يا ربي ونقول لخوتك المغاربه اللي كيشوفوك دابا على المباشر انا كنطلب من الله تعالى سبحانه وتعالى هو الاولاني ينزل الرحمه على خوتي المغاربه انا راح اشغوهم وكاين شحال من واحد كيعرفني بزاف ديال الناس كيعرفوني خارج كازا وفي كازا كنتمنى قولي النمره 06 69 65 77 65 هذه النمره كيف ما سمعتوا معنا غنحاول نقربكم شويه من شي حاجه ما قادرش يقولها ايوب راه كيعيش غير في الزنقه ايوب تشرد في ظرف شهر كيف ما تماشوا معنا حياته تقلبات يعني حياته بحال حط شي واحد ونزل شي واحد وحط شي واحد ايوب راه كان عايش بخير وعلى خير هو والزوجه ديالو الله يدير له شي شوال خير يا يعني. كنتمنى من قلوب الخير المغاربه اللي كيشوفونا على المباشر انهم من الشباب اللي كتسنانا اننا نعاونوه عفاكم لما تواصلوا مع ايوب نحاولوا ندعموه ماديا ومعنويا راه شي غتعيط لي غدير معاه راه شي غتفرحوا فكيف ما سمعتوا معنا فراه كان كيبغي مرشو بزاف ومازال كيبغيها ومازال لحد الان كيداير معاها كيف ما قال لك راه فين ما كينوض صباح عشاء كلشي ديما كيداير معاها
ايوب اللي مات لي مرته وهي كتولد مورا 4 سنين ماتت بنته موراها شهر مشى سافر باش انه يفوت شويه تهرس وتقطعات لي رجله ايوب بدلات لي حياته 360 درجه دابا كيعيش التشرد هنا في كازا كنتمنى من الناس اللي كيشوفونا على المباشر انهم يتعاطفوا مع ايوب انهم يتواصلوا معاه وعلى الاقل انهم يدعوا معاه اشياء شوف اللي غيعيط إذا مع ايوب واش عاون معاه ماديا او معنويا كنتمنى من هذه الرساله تكون وصلت بلسان ايوب حاولنا نقربكم من شحال من حاجه ايوب الله يرحم مرحومك الله يدير لك شوه الخير والله يشافيك وان شاء الله المره الجايه نرجعوا عندك نلقاوك بخير وعلى خير نلقاوك في شي محل ان شاء الله وفي شي مشروع ان شاء الله يشد زبيرات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.